حاملاً دميته الحمراء وسط الغبار والدمار، يجلس هذا الطفل فوق أنقاض منزله بمنطقة المخيم الجديد في مخيم النصيرات. عاد مع ذويه إلى المنطقة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، ليجدوا منزلهم أثراً بعد عين، والحي بأكمله سوي بالأرض. حسكن عليه على خيمة وأعيش، طبعاً إن شاء الله هرجع وأسكن، ما بسيب بيتي، ما أسيب بيتي في الهواء هيك، ما بسيب. عائلات في مخيم النصيرات عادت لتفقد ما تبقى من ممتلكاتها، يبحثون بين الركام عن أثاث أو ملابس أو أي من ذكريات بيوتهم. إلا أن الدمار الهائل الذي خلفته آليات الجيش الإسرائيلي والقصف غير معالم أحياء فيها. يعني هاي انت زي ما انت شايف هاي دورنا، يعني كل نزلن وتدمرنا، يعني ودورنا تدمرت، حتى مش لاقيين مكان نقعد فيه. والله انا بدي اعمل خيمه جنب الدار، شايف وين ورا بدي اعمل خيمه غاد، والله بدي اقعد فيها، وين نطلع الشحطه. الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم النصيرات بعد عملية عسكرية استمرت لأسبوع، فيما تباشر طواقم الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين وإخراج الجثامين من تحت الأنقاض، إلا أن نقص المعدات الثقيلة يؤخر عمليات الإنقاذ ويصعبها.